صباح الورد والفل والياسمين، عسلامتكم. مرحبا بيكم الناس الكل، شني احوالكم؟ لاباس ان شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحه وفي نعمه يا رب العالمين. فيديو جديد صديقتي لليوم. اول ما باش نبدا بالصلاه والسلام على سيدنا محمد، الف صلاه وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله. ونحب ندعي لخياتنا في القروان وفي متلوي بلادي وفي باجه وفي منوبه وفي كل بلاصه، في كل بلايصه كلها تمست ان شاء الله ربي يشفي جميع المؤمنين، وان شاء الله ربي يرفع علينا هالبلاء والوباء. ومش مناسبه هي سمحه، معناتها ان شاء الله ربي يفرج علينا. وكهو جاني مساج، مازلت كي باش نصور الفيديو، من اختنا اموله. هو جاني من برشا ناس قالوا لي اللي هما مرضوا، امال وامها وبيها واخواتها، ان شاء الله ربي يشفيهم ويعافيهم. كلنا ندعو لهم باش ربي يشفيهم. استحفظوا على رواحكم، استحفظوا على الناس اللي تعرفوها وحتى الناس اللي ما تعرفوهاش. البافيت حاولوا ما تخرجوش، انا بيدي راهو باش نقص الخروج، باش نقص الاسواق، وباش نقص كل شيء، خاطر فريمون رانا وصلنا معناتها الحاله صعيبه ياسر. ان شاء الله ربي يفرج علينا ويلزمنا معناتها بالحق نشد رواحنا حتى ربي يفرج علينا، ما فيها حد شيء. هذه شويه فتره وان شاء الله تتعدى بحول الله بالوعي نتاعنا وبالاستحفاظ، نستحفظوا على رواحنا وبالوقايه. نقول لك الوقايه خير من العلاج، وان شاء الله ربي يبقي علينا وعليكم الستر اجمعين. اولا نحب ندعي زاده الاختنا صبوحه باش تعمل عمليه نهار الخميس ان شاء الله، ربي يشفيها ويعافيها على ايديها. نتواصل معاكم، راهو على البلايص الكل في الماسنجر في الانستغرام، راهو برشا ناس تجيني وتدعي لي بالخير وتحكي لي شنو عندها، وذاك علاش نشارككم حكاياتنا الكل معناتها. ان شاء الله ربي يفرج عليها، وراني نحبك ياسر يا صبوحه. يا صبوحة يا صبوحة خليكم تفائلوا بحول الله، لباس وباش تخرجي منها لباس. ربي يبقي عليك وعلينا الستر أجمعين يا رب العالمين، وربي يشفي جميع المؤمنين. اليوم صديقتي آخر حاجة باش نسلم على طاطا محبوبة وبنتها في السعودية، ونقول لهم إن شاء الله ربي يلم شملكم على خير يا رب العالمين. مازلت كي بعثت لي وقالت لي نحبك تذكري، والله راني نحب مثلا نذكركم كلكم تقولوا لي فات نسلمي علينا، فات نسلمي على وليداتنا. الله غالب معناتها الفيديو كيفاش باش تعدى كله سلامات، اما راني نسلم عليكم عادي، نجم نعمل ان شاء الله نعملوا هكا ديريكت كله ونحكموا بعضنا اكثر. الله غالب راهو انا عندي الحس برشا، ذاك علاش نسجل الصباح بكري وانتم الصباح بكري تصبحوا راقدين، والليل مؤخر زاده ما نجمش نسهركم هذه ساعه ولا حاجه، فعلى خاطر المرمه والحس اللي بحذايا. المهم صديقاتي كلكم في القلب، والله راكم بالحق، يشهد ربي عليا اللي نحب. بنات علاقتي بكم ما هيش علاقه معناتها خدمه فقط، اللي انا هكا عندي شين يوتيوب وقاعده نخدم على روحي، لا لا راهو حتى قبل ما تولي خدمه، خاطر انا ما كانتش خدمه، هذه كانت هوايه الحقيقه معناتها، لكن هو اليوتيوب حبينا ولا كرهنا خدمه. والدليل على انه خدمه مطلوب علينا باتيندا، معناتها نحلوا باتيندا باش نجموا نخدموا باش نجموا نخلصوا. فهذا معناتها من الحاجات الجدد اللي نقول لكم عليهم لاول مره، انه اليوتيوب بعث لنا توا عنده مده، راهو نورمالمون من اول اخر ماي يلزم نقدموا الباتيندا اللي هو الرقم الجبائي، التعريف الجبائي يظهر لي الكود فيسكال. ف باش تولي معناتها خدمه بالرسمي ونخلصوا عليها ونخلصوا عليها، فان شاء الله ربي يعيننا اجمعين يا رب العالمين. وهذه حاجه عاديه معناتها للناس الكل انها باش تخدم على رواحها. ونحب نقول لكم البنات، اول ما باش نبدا هكا تفسير، خاطر مانيش عارفه كيفاش باش نوصل نحكيكم على كل شيء، ولكن باش نبدا لانه برشا ناس تسالني وبرشا ناس تحب تعرف. شوف انا راهو كي بديت اليوتيوب راهو يشهد عليا ربي ما كانش عندي حتى غايه نتاع ربح مادي والا حاجه. كلكم تعرفوا الوحده الكبيره اللي نعاني منها، نعاني وحده اللي انا وحدي من غير جيران، جيراني كلها يخدموا من الصباح للعشيه وفيهم اللي برا. نعاني وحده اللي ما عنديش صغار، نعاني وحده بعد دارنا، فبعد حتى خالتي باش نمشي لها راهو مراه معرسه ماشي كل يوم تقزن وهي ماشي، خاصه نحنا في العاصمه وانتم تعرفوا معناتها التنقل والحكايات هذيك. ف لقيت حاجه نعملها في حياتي وبطاله، ما نخدمش متخرجه وما نخدمش، فلقيت حاجه نعملها تفرهدني شوي، انا نطيب بطبيعتي كل يوم ونقضي بطبيعتي، حبيت نشارككم يوميات. وانا مراه صاحبه جو، نحب الجو ونحب اللمه ونحب الضحكه، فالحقيقه
كي جتني الفكره انا كنت شوف كنت نهار نهارين هكا كل بريود نطيب باللي قدامي كلتي بنينه مانيش نشكركم في روحي خاطر الماكله راه مش مجرد تصويره تنجم تكون تصويره مزيانه والطعم حاجه اخرى الماكله الطعم علاش يقول لك كل على كيف وكل بس على كيف الناس ف نمشي مثلا قبل جتني هكا بريود تغرمت باني نهبط هكا في باجيت في الفيسبوك نهبط في باج معينه باج كبيره ماكله والكل هيا شافتني بنت جيرانها الصدفه كيفاش حكينا شافتني بنت جيرانها قالت لي فاتن علاش ما تحليش شين بريف علاش ما توليش على اليوتيوب وانا نتفرج راهو عندي ناس نحبهم برشا معناتها في مجال الروتينات والحكايات هذيك وانا تشجعت هكا انا بيدي داخله والله لا عندي حتى معناتها غايه نتاع انه باش انا نعمل كي عبد ولا حاجه دخلت نحب نعمل حاجه لروحي داير كي دخلت في الاول دخلت بوصفات نتاع ايدين ونتاع ومعناتها حاجات طبيعيه فهمتوا كيفاش ولو انه راهو ما فماش خير من الطبيب ما يعرف معناتها البو وش هو تستحق البدن غير الطبيب كنا راه ما نعرفوا حد شيء نجم نعطيك وصفه تكون انا معناتها تساعدني انا وما تساعدكش انت فلهذا نقول لك تبع الطبيب احسن قاري قداش من سنه هو باش يجي نولوا نحنا نبدعوا ونعطوا الوصفات المهم ف معناتها دخلت لهالدومين هذايا كيما قلت لكم امشوا للطيب واخذوكم منا نحنا حكايتنا فارغه نحنا روتينات حياه يوميه تشجيع طاقه ايجابيه اما الصحيح يقعد عند الدكتور المهم ننصح كل واحده فيكم تمشي للطبيب لطف عليكم معناتها الناس كلها ولكن هو يعرف اكثر منا وقاري سنين الله باش يعرف كل حاجه شنو هو تصلح وشنو هو ما تصلحش صحتنا ما نلعبوش بها وحتى وجوهنا ما نلعبوش بها وشعرنا ما نلعبوش بيه امشوا للطبيب هو يعرف خير مني ومنكم المهم فكما قلت لكم وقتها انا قلت لكم على الفيسبوك كي نهبط حاجه في الباج هذه تجيني بالالف جيم بالكذا تجيني برشا ناس معناتها وتسالني على الرسائل وانا تلقوني نعمل نكتبها كالكومنتير ونعملو كابتشير ونصبو للعباد وحالتي حليله الا تفاجات يا البنات بالناس هذوما نهار لي انا حليت الشين حطيت الرابط في كومنتير هكا قلت لهم معناتها كيما نقولوا تشجعوني فاكتشفت اني الناس هذوما اللي انا كنت هكا والله نعمل في جو معناتها ونحب التطيب وخاصه الحلو نعمل برشا حلو فكنت نشارك مع العباد ونعطي وصفات تنجح والكل راني الا طبيعي ياخذوا الوصفات ويحطوهم عندهم ولكن بلوكوني عملوا لي بلوك نهارت لي انا كتبت كومنتير حطيت فيه الرابط نتاع فيديو قلت لهم ادخلوا شوفوه للعباد ما عملتش معناتها بوب ولا حاجه اما في الكومنتير يحكوا معايا شو عندك وصفه معناتها قلت ادخلوا بلوكوني وقتها كانت لي صدمه وكاني الحافز باش اني انا نخدم ونوصل بكيت حطيتها في قلبي وعملت خدمت يوميا نهبط نمشي لبلادنا نقد معناتها فيديوهات والكل حسيل وقتها بريود نذكرها عنا عرس والكل وكل يوم كنت نخدم نحضر فيديو متاع تطيب والكل متاع اكلاتنا العربي ومن بعد نمشي للعرس فشديت هكا صحيح لين قعدت شهور نخدم ما بعثولي حد شي ما كلمونيش هكاك معناتها نهبط فيديو وعلى فكره راهو برشا بنات يقولوا لي فاتن كيفاش قنوات صغيره تقول رانا نربحوا وانتم قنوات كبيره تقولوا عادي راهو مش قنوات كبيره وقنوات صغيره راهو انت كيفاش بديتي كبيره ولا بديتي صغيره انا كي بديت ما يتفرجوش فيها حتى 30 ما يتفرجوش فيها حتى 20 مش كيما واحد يبدا كبير والكبير ربي معناتها يبدا بالتشجيع ودعم والكل عادي راهو ما هوش عيب مانيش نعايب في حد ولكن واحد يبدا ب 10000 في مش كيما واحد يبدا ب 30 في وهنا نحب ننصح كل واحدة بادية جديدة نقول لها اخدمي على روحك وما تخميش في المادة خمي انت شنو تقدمي شنو محتواك شنو الحاجة اللي باش تضيفيها شنو حاجة ترتاحي خاطر انا كي عملت راهو سعيد سهرت الليالي نتذكر فيديو يا البنات اقسم بالله ورحمة بابا سجلته ومنتجته ونعمل هكا دي سيكونس حضرتهم من غير صوت خاطر باش نسجل عليهم الصوت وفجأة انفسخ هكا الفيديو قمت 3 متاع الصباح نحضر والله يا البنات عودت عملت الشوربه وقتها نحضر فيها هبطت الفيديو
بعد ما تفسخ قلت دفع الله ما كان اعظم وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. الفيديو ذاك من الاوائل بتاع الفيديوهات اللي وقت عمل لي 50,000 ويظهر يوصل حتى 70,000 بتاع الطاجين والعدس، ديجا تلقوه في اول الفيديوهات. فسبحان الله تعبت يعني خدمت يعني شدت الصحيح. هو يقول لك الكسب بشغف، برشا ناس البنات يقولوا شنو هو اللي تعملوا فيه دومين جديد تخلى علينا وفيه لقمة عيش وفيه جو وفيه اللي تحبوا نتوما. يعني هو راهو معناتها سبحان الله لكل مجال فما ناس سبحان الله تتغرم بهاك المجال هذاك وتكبر هاك المجال هذاك وتخدم في هاك المجال هذاك. في الميادين الكل طبيعي جدا وعادي جدا. برشا مثلا يجيك النقد شنو هو الروتينات شنو هو اليوميات، ناس عادية عايشة في ديارها تصور كذا باحترام. وحقيقة كل القنوات مانيش باش نستثني حتى قناة، توانسة الكل محترمين بصراحة معناتها نتاع ربي، وحتى خياتنا يعني كل العرب رانا الناس تخدم باحترام، ناس معناتها عاملة كيف وأميم طون تحب تدخل البهجة، تحب تعطي أفكار جديدة، تحب تعاون الناس بالبسيط، تنجم حتى بضحكة تزهي العبد. وكما قلت لي واحدة كما قلت لي أخت معانا نتفرجوا من القلق، يعني لفيت انت تتفرجي لان قلقة ونحن نفرهدوك، هذيك في حد ذاتها حاجة باهية انه نحن نفرهدو على الناس. وان شاء الله ربي زهينا وبعد البلاء علينا اجمعين يا رب العالمين. هي حاجات نقاط حبيت نطرحها خاطر برشا ناس. فما جاني ميساج كنت تدخلوا المنتديات وتلقوه، اخت قالت لي انت تقولي قناتي تلقائيه وراو لازم انا عملت شين باش نتقبل النقد الكل، ولكن ساعات يجيك حاجات يلزمك تستوعبي الانسان هذاك كيفاش كتبها لك متغشش فرحان. المهم فاش قالت لي، قالت لي فات كيفاش انت تقولي قناتي قناه تلقائيه وانت جبتي امك واخوك مره وكهو خليتيهم صح حبتك جبتي عليها مره وما عادش نسمعوا بها، خالتك اكهو جارتك اكهو. راهي ناس اول حاجه نحن في ظروف صعيبه ياسر، خالتي جت وقعدت بحذايا شهر في رمضان وكلها وروحت، معناتها عندها ظروف وعندها دار وعندها حياتها الخاصه سبحان الله. معناتها امي وخويا ما نجمش نمشي لوضع صعيب، علاش باش نمشي انا خاطرني باش نصور باش نمشي نضر امي، لازمني نستحفظ عليها. معناتها مانيش فاهمه جارتي على عيني وراسي ونتقابل انا وياها وكل اموش ونقابلها نقول لها يا نحلوا التليفون، علاقتنا اكبر 11 سنه راهي ماهيش نهار واثنين وما تسكنش بحذايا، حولت من بحذايا نمشي لها. صاحبتي تجيني براتيكمو كل سبت بحذايا، بريسك كل سبت بحذايا، ولكن فما حاجات ما نصورهاش. المراه انسانت عندها زوج صغيرات ربي يفضلهم لها، مش انا باش نجي نحط لها. هي ما قلت ليش حد شيء تقول لي ايه ولا لا، ولكن انا نحب ساعات نخلي حاجات في الانتيميتي، معناتها ما نحبش كل شيء سبحان الله. كل واحد عنده جانب هكا خفي كيما راجلي، برشا يسالوني علاش راجلك ما يطلعش معاك، راجلي قال لك هذه قناه نساء كيما قلت لكم البنات، راجلي قال لي هذه قناه نساء يعني كلكم نساء تلموا بعضكم كل انا شنو باش نضيف، مع احترامي للي يحب يظهر نحترم الناس كلها. راهي مش معناتها انا كنقول راجلي ما يحبش يظهر راهو غيرك يظهر فيها مشكله، لا لا انا راجلي ما يحبش يظهر، حريه شخصيه انا ما نجيش نحكم حتى على حد انه باش يظهر معايا ولا حاجه. حسينو خايفه تو بدت المرمه. المهم وامي راهي سامحوني، امي راهي تبعد عليا 400 كيلومتر، يعني مش كان جبت بحذايا كل يوم انا وياه، راني جبتها هنا اما لا غالب 400 كيلومتر، وخويا خدام حزام كيما نقولوا نحن عامل يومي في السوق والكل، فما نجيش انا على خاطر اي ايجو ايجو نقعد بحذايا باش نتصور وباش نهبط انا في الشيء ضيعوا ريتم حياتكم. لا لا كل واحد عنده حياته، بالرغم اني انا نتوحش امي ونحب اللمة ونحب حتى الماكلة معاهم نشتهيها ساعة ساعة والجمعة والضحكة واللعبة. الغالب هذا مكتوب ونجا شو نعمل، معناتها كل حد وكل واحدة ومكتوبها. كيما برشا ناس اختارت كنت نجم زادة نختار اني نعمل وصفات طبخ والكل، لكن انا الحقيقة طيبت اللي نعرفه دخلت معاها الروتينات وكنت نجم نستسهل حاجة سهلة برشا برا خوض وصفة وحطها عندك وكل، لكن هذا راهو فيه كسب. واسكو انا باش نرضى على روحي ناخذ عرق غيري ونحطه عندي وناخذ عليه فلوس راهو يتسمى حرام، حبينا ولا كرهنا. نجيشي انا نحط حاجة مش متاعي وتعب ناس وما نذكرش الناس اللي خذيت من عندهم، وزاد باش نبقى كل يوم ناخذ ونذكر وكأني انا ما عنديش حد شيء. لازم انا نتفرد بطبعي الخاص، كل واحدة فينا عندها محتواها الخاص اللي يشبه لها
ما انا مثلا نعمل الجوالات، نخرج نوريكم هاك البلاصه منين جاتني الفكره في راسي هكا، نقول علاش لا، انا نعرف برشا بلايص ما شاركش العباد كيما غيري عنده وصفات. ودام اني اخترت باش ندخل حياتي في العلن للناس الكل في الروتينات واليوميات، يلزمني نتقبل النقد ويلزمني نتقبل الاراء اللي ساعات بصراحة تستغربها. مثلا أنا قلت لكم في العنوان اللي راجلي وقف الخدمة ونعيشه من أرباح اليوتيوب، أتوا نقول لكم وش هي أرباح اليوتيوب وشنو أنا ويا نعمل بنها. شوفوا أنا راجلي إنسان موظف على روحه، عمره في حياته وذية ما كان يعمل علي، وما هوش عيب كي المرأة والراجل يتعاون ويهزوا ظن القفة مع بعض، ما هوش عيب، كل واحدة تخدم راجلها يعاون فيها بارك الله فيه. اما انك تجي تقوليلي اللي راجلي اللي رجلتكم رجالكم ولا شنية، شوفوا بالله المنطق نتاع العباد يا اخي، توا بالله ما علقتيش على ماكله باهيه ولا خايبه، تعلقي على شنو رجالكم شادين حجوركم ولا ادري شنية. كيما قلت لكم البنات، راجلي راهو موظف على روحه، ما عندوش حتى دخل بالمجال هذا، ما يعرفش حتى يصور ولا يمنتج ولا يعمل حاجه، صدقا وربي يشهد على كلامي راهو ما عنده حتى دخل. راهو الشيء اللي نعمل فيه راني تعب عليه وعرق عليه هكا، راهو مونتاج، راهو تسجيل، راهو تصوير، راهو فكره، راهو كل شيء من تعبي وشقايا، سي نورمال باش انا نعود نخلص عليه. راني نتعب برشا باش نوصل نهبط فيديو تشوفوه في ربع ساعه، جت بحدايا حسنه وهي تتبع قالت لي فتنو تعب تعب كبير، رحنا نشوفوها درجين ولا ربع ساعه، راهو باش تطلع تصويره بالشكل المتواضع نتاعها، قال لك هذيك هي معناتها من اجتهد واصاب فله اجر، ومن اجتهد لم يصب فله اجر واحد، نحن من جماعه الاجر الواحد ولله الحمد، نسعوا باش نولوا معناتها مخير، كل واحد فينا راهو فماش حتى واحد فينا برفي، راهو الكمال لله. احنا ناس عندنا التزامات في حياتنا، واليوتيوب راهو جسناره، راني قلت لكم راني بريسك عام نخدم وما عندي كان وجه ربي باش ما خلصتش، معناتها مش من اول نهار انت حليتي من اول نهار باش يعطيك فلوس، يعني عندي انترنت نخلص فيها وعندي وصفات نهبط فيها وناخذ في الحاجات ساعات نبدا عملتها الوصفه للفيديو، معناتها مش بركه لينا نحنا، يعني تجيني الفكره باش نعملها للفيديو باش نشاركها معاكم، فراهو ما هوش من اول نهار، يعني نمشي وناخذها ونصرف عليها وفي الاخر ما تجيب لي حد شيء، راهو حطوا في بالكم اللي انا ما جابتليش من الاول، راهو حكايات، راهو في الاول ما جاني حتى شيء، نقولها ونعاودها، حتى كي بدات الحكايه باش معناتها ناخذ والكل، راهو انا عمري في حياتي لا راجل قال لي اصرفي عليا. وفكرت حاجه البنات قبل ما ننسى، شوفوا انا راني قعدت نخدم يعني وصلت يمكن 20 والا 14 مانيش متاكده، يعني 20 14 باش اول وحده تكلمت عليا في الشان نتاعها هي ايمان زهره المطبخ اللي الحياه تحيه كبيره ياسر ونحبها برشا، والله غالب مقصره معاك يا ايمان، راهو المرض حشاك نشكي لك الخير وزيد التلاهي نتاع الدنيا، ما عادش ندخل برشا والكل، اما وين يعرضني فيديو لاي اخت راني ندخل ونسلم وما فما حتى مشكلة، ونتمنى معناتها الفرح للناس كلها، وربي معناتها كيما تتمنى الخير لغيرك ربي راهو يعطيك. المهم وبعدها جت ألفة معناتها ذكرتني، لكن أنا راني خدمت يعني بارشة باش أنا تذكر، ونحب نحيي أول واحدة ذكرتني يعني جتني وكلمتني في الكومنتير ليلى بالنظر، من الناس اللي تهبل 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 عندها مدة غايبة وما عادش نشوف فيها، إن شاء الله ربي معاك. نقصد 14000 و20000 مش نقصد معناتها 14 وكهو. المهم يقول لك متاع الناس إذا ما تردوا عدوا، بابا يرحمه وينعمه كان يقول لي متاع الناس، وإلا يلزمك تشكر الناس وتستكثر خيرهم، والخير كله من عند المولى عز وجل. المهم صديقاتي راهو باش نوضح لكم حاجة، اش قالت لي الأخت هذه، قالت لي رجالكم في حجوركم ولا وبطلين خدمتهم وشادين نهار كامل هما يمنجوركم ولا يصوروكم ولا شنية، وانتوما معناتها وقاعدين شنو رجال الزمان اللي قاعدين ونساهم تصرف عليهم. أول حاجة أنا راجلي جامي دلافي كان صرفت عليه نعطيها لكم، وقلت وانا ضد انه المرأة تصرف، ولكن باش يتعاون ما فيها باس، انها باش تزيد حاجه لدارها وهي تخدم ما فيها باس، اما باش تجي هو قاعد وتعطيه فلوس راني ضد. باش يبدا في بالكم يعني مانيش فاهمه هي قاعده معانا يسكو هي عايشه معانا قاعده معانا قسمت معانا. شوفوا تقولوا برشا ناس يقولك يا اخي انت حاله ما يزيد تتقبلي النقد، اما
نقدروا. فما ساعات واحد يقول لك حاجات ما تخطرش على البال، راه مش معناتها انا حالة شيء لازم انا نتسب، عيب ما يجيش ما يجيش، لازمنا نحترم بعضنا. يعني علاش شنو انا جيت انا جاي نعمل في حاجه نحبها ونفرح للناس ونفرهد في الناس ونزهي ونعطي فكره جديده ومعناتها جايبه ما عندي وكذا، وجي انت تكبتيني فيش في كلمه من مش عارفه، راه فما كلام ما نجمش نعاود ولا نعديه، راهي فما ناس بالحق معناتها يلزمها تشوف طبيب، لانه ما يجيش انك انت تحبطي الناس. انا الحمد لله نبقى نسعى ونبقى نجري وحاطه هدف قدامي نحب نوصل له، اما فما ناس فعلا قاعده تتعب وقاعده تمرض من كلمات الناس. علاش شنو هو بينه شنو اللي ضريتك بيه، شنو هو ضرك بيه انسان باش جيت لوحده كلمه مش باهي؟ هذا راهو عالم مصغر من العالم الخارجي اللي الناس بالحق شنو باش اذاتك العباد حتى انت تحكمي عليها وبريجوجي، وديك باهي وديك من شكلها وديك مش من عرشني وديك ضربته في روحها وديك ضحاكه. بيان سور يا اخي فما واحده باش تطلع نهار كامل وهي تبكي على الناس، ما هي جايه باش تفرهد الناس باش تعطي طاقه ايجابيه. يراو يا رسول الله راه فما حاجات قد ما نحكيكم الاولاد تستغربوا باش تقولوا، لكن انا الحمد لله عندي وسع بال كبير. وبعد ما تقول لك هذاك كل كي تردي عليها بكل احترام تقول لك يا اخي تغششت، يا اخي انا اش قلت لك يا اخي انا ثبتك، راه والله شيء، راه نرد عليك على قد ما نقدر بكامل وسع البال، ما عندي حتى شيء اخر. ربي يهدينا على بعضنا اجمعين بالحق. هاني قلت لكم بالنسبه لارواح اليوتيوب، راني انا مانيش ناوي نعيش منها، راني انا عندي حلم. راهي دارنا قاعدة محطوطة للبيع، راهي دارنا دار بابا محطوطة للبيع، نتمنى نهار من نهارات واني نوصل اللي انا معناتها ديجا انا حاكي مع صاحب الدار اللي هي تو معناتها ما يخذ يرحم والديها. مشيت ما نجمش نحكي، مشيت نبني قلت لي كان شيعتوني انتي ابجل من الناس الكل، نحاول ان شاء الله ربي يحل بيبان، نسعى نخدم، مانيش عارفه كيفاش باش نتلم، مانيش عارفه كيفاش باش نوصل، ولكن حلمي حتى بالمئة مئة نلمهم وربي سهل ورجع دار باب. هذا هدف متاعي. يعني عمرها لا كانت علاقتي بكم علاقه معناتها نتاع ماده، هي جت فتره شوفوا سبحان الله كل شيء جمع بعضه. شوفوا البنات انا راهو عمري بالعمر في الدنيا دي ما معناتها حطيت في مخي اني باش نرجع ولا نتلفت ورايا ولا حاجه، لانه حتى معناتها مره قريت معناتها في القران يقول لك واش تبكي عن الماضي هكا يظهر لي مانيش عارفه كان غلطه صلحوني، فهمت منها هكا. ف هو بابا ديما يوقف لي في المنام يا رحمه ونعمه، ما يوقفليش حتى على حاجه، ما يجيني بابا في المنام كان يقول لي فاتن خذي الدار، فاتن الدار باش تتباع، فاتنها اوراق الدار، فاتنها مني مسؤوليه كبيره يشهد ربي. نحكي لكم هكا راهي تجربه هذه يعني حياتيه، مانيش مستعطف في الناس ولا حاجه، ولكن راهو فما حاجات بالحق قاعده تعيش فيها الناس وكل نشاركوا كيما نشاركوا باهي نشاركوكم معناتها طموحاتنا واحلامنا واهدافنا وشنو صار علينا وطرا علينا في هالدنيا هذه. راهو يصير على الناس الكل، راهو الانسان يبدا الفوق وتجيه الدنيا وتقلب عليه. هذاك علاش نقول لك املى قلبك بربي وراهي دنيا فانيه. هذاك علاش ديما البنات نوصي كل واحده نقول لها راهي الدنيا هذه راهي دنيا غرور، راهي كيما تعطيك راهي تعطي 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 وتاخذ وما خذتها اكبر من عطائها. مش معناتها راهو شنو نقول لكم كوني بيسيميست ولا حاجه، لا لا لا، كوني اوبتيميست، كوني متفائله، كوني صاحبه جو كذا، ولكن ديما املي قلبك بربي ولا املى قلبك بربي، راهي اعمل حساب الرجعه، راهو الرجوع لربي راهو الدوام الحال من المحال. يوم عندك غدوه عند غيرك ديما نقول هذه راهو ميساج باش الناس تبقى البي معناتها الرجلين على القاعه، ما تغرش لانه كي تغر وبعدين تصير لها اي لا قدر الله مصيبه تتعب برشا. فنقول راهي الدنيا دي كيما تعطي الباهي تعطي الخايب والعكس بالعكس. المهم ان شاء الله ربي يحسن العاقبه وان شاء الله ربي يسترنا اجمعين. الستره خير من الدنيا واللي فيها، الستره والقناعه اهم حاجه سبب السعاده، هي البساطه والقناعه. انا ديما نقولها لكم عيش بسيط عيش مرتاح عيش قنوع عيش سعيد. وجينا يا البنات الأهم حاجة، سؤال يسألني ألف مليون تريليون مرة، سؤال الدار، دارك ملكك فاكرة الملك لله عز وجل وحده، الدار وقصتها عمش نحكيها لكم ونشاركها معاكم وشو سبحان الله تنجموا تستفادوا. تجربتي مع الدار ضحيت راهو ضحيت بيان بيان. بالنسبة للدار هي شطر شطر، يعني نحن جينا أعطينا ترونش معناتها باهية للدار، يعني أعطينا خلصنا شوية منها والبقية تقسمت لنا كل شهر. ما هوش قرض، ما هوش قرض،
مستند على اساس كراء، عباره انا توا عباره كاريه، ولكن ندفع فيه حقها. فهمتوا كيفاش؟ كل شهر ندفع فيه حقها، حدش نسنى انا هكاكه. ش عملت البنات؟ ضحيت. كيفاش ضحيت؟ فار اكزامبل باش تخلص فيسا. انا مثلا راجل يجي يقول لي فاتنها فلوس العيد، نحكي معاكم بقلب كبير.